السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله مع الحلقة الرابعة من الفونكس وسلسلة التأسيس الخاصة بنطق الحروف والصوتيات في اللغة الإنجليزية. والنهاردة معانا قاعدتين جمال جدا، قاعدة فيهم خاصة بال vowels او بالحروف المتحركة، وهنرجع النهاردة نراجع تاني وناخد معلومة جديدة بسيطة جدا خاصة بحرف الـ A وازاي حرف الـ A بيتأثر النوت بتاعه او الساوند بتاعه في بعض الكلمات ببعض الحاجات هنقولها دلوقتي. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة، احنا كلنا عارفين ان حروف اللغة الانجليزية او الانجليش letters هما 26 letters او 26 حرف. ال 26 letters او ال 26 حرف منهم حروف اسمها الكونسوننت او الحروف الساكنة، يا اما بننطقها في بعض الحالات يا اما بننطقهاش في بعض الحالات التانية. وعندنا خمس حروف هما الحروف الفاولز او الحروف المتحركة. والفاولز او الحروف المتحركة اهميتها بترجع لانها عاملة زي الحركات او التشكيل الخاص باللغة العربية. يعني عندنا مثلا الاو بتساوي مثلا الضمة في اللغة العربية، عندنا حرف الاي بيساوي الفتحة في اللغة العربية، عندنا الاي مثلا بيساوي الكسرة في اللغة العربية، فهي بتساوي الحركات الخاصة باللغة العربية وبتأثر تأثير كبير جدا في نطق كل كلمة. وتقريبا مفيش كلمة في اللغة الإنجليزية يعني إلا نادر جدا لازم يكون فيها حرف متحرك. والحروف المتحركة مهمة جدا لأن لا يمكن إن احنا ننطق أي كلمة نطق صحيح غير لما نكون عارفين إيه هي الفاولز وإزاي بننطقها. فالنهاردة هنتكلم عن الفاولز، هناخد معلومة بسيطة جدا خاصة بيها وهنكمل بعد كده في المرات الجاية. الفاولز او الحروف المتحركة هما 5 letters او 5 حروف زي ما احنا شايفين قدامنا، هما الـ A والـ I والـ E والـ O والـ U. A I E O U، قولوه معايا مرة كمان، A E I O U، A E I O U. مهم جدا ولازم تكونوا حافظينهم زي اسمكم لان هم دول الفاولز او الحروف المتحركة. هنتكلم النهاردة عن اول رول او اول قاعدة خاصة بنطق الحروف المتحركة او الفاولز. When two vowels او عندما حرفين متحركين are paired together، يكونوا موجودين مع بعض يجوا جنب بعض، the first one الحرف الاول is long and other one is silent. الحرف الاولاني اللي بيبقى موجود في الاول بيكون منطوق بشكل ممتد بيبقى long vowel، والحرف التاني اللي جاي بعد منه على طول اللي جاي جنب منه على طول بيكون silent او صامت. تعالوا ناخد ده بالامثلة، مثلا في كلمة boat او قارب مركب B-O-A-T، الاو هنا حرف متحرك والاي كمان حرف متحرك، اول حرف فيهم هو حرف الاو فنطقناه بشكل ممتد وبقى long vowel والاي بقى silent. نقولها مع بعض مرة كمان، boat. واضح كمان في كلمة زي كلمة beach او شاطئ بحر B-E-A-C-H beach. زي ما احنا شايفين قدامنا عندنا two vowels او حرفين متحركين الاي والاي، الاي هننطقه بشكل ممتد كأنه long vowel والاي هيكون silent beach. واضح كمان في كلمة زي كلمة hair او شعر، الاي vowel
والآي vowel كمان، فعندنا two vowels أول حرف فيهم هو الـ A وبقى long vowel، أما الـ I فبقى silent أو ما تنطقش، ونطقنا الكلمة hair hair hair. وعندنا كمان كلمة زي كلمة coat coat C-O-A-T coat أو معطف. الـ O والـ A two vowels، الـ O هو الـ first vowel أو الحرف الأولاني بقى long vowel، والـ A بقت silent ونطقنا الكلمة coat 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 أو معطف. وكلمة stairs 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 أو سلم سلالم درج. وكلمة nail 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 أو مسمار. وكلمة road 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 أو طريق. ففي كلمات كتيرة جدا بيكون ظاهر فيها الجزء ده والرول دي، لو عندنا two vowels الاتنين جنب بعض، الاولاني بننطقه كأنه long vowel بنمده بنمد في النطق بتاعه بشكل طويل، والتاني اللي جنب منه على طول بيكون silent silent او صامت ما بننطقهوش. والنهاردة كده عرفنا المعلومة الخاصة بالvowels او الحروف المتحركة واتكلمنا عنها شوية، هنكمل كلام عنها في المرات اللي جاية ان شاء الله. اهم حاجة ان انا عايزكم تعرفوا المعلومة بتاعت النهاردة دي وتركزوا عليها كويس، وفي امثلة كتيرة في اللغة الانجليزية كلمات كتيرة بيبقى فيها two vowels جنب بعض، عايزكم تنطقوا الكلمات وتجربوا تسمعوها وتشوفوها بتتنطق ازاي بشكل صحيح، ويقولوا ورايا الكلمات اللي انا قلتها في الدرس، ارجعوا وقفوا وارجعوا تاني وقفوا، بحيث ان انتوا تتدربوا كويس على نطق الكلمات اللي بيبقى فيها two vowels، ونعرف ازاي بننطق الحرف الاولاني كأنه long vowel او بشكل ممتد، والتاني بيكون silent او صامت. وكلمات اللي عايزكم تتدربوا عليها برضو هي كلمة near near او قريب، fear 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 او خوف، وكلمة hear hear او سمع يسمع، وكلمة goat goat او عنزة او معزة. كل دي كلمات بيبقى فيها two vowels، وزي ما قلتلكو الـ vowels هي حروف بتبقى موجودة في اغلب كلمات اللغة الانجليزية، وزي ما قلنا هي بتأثر في نطق الكلمات بشكل كبير لان هي عاملة زي الحركات الخاصة باللغة العربية. تاني جزء النهاردة هنتكلم عنه وهو نرجع لحرف الـ A، احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الحلقات اللي فاتت، عرفنا ان حرف الـ A لو جه بعد منه L L بيتنطق O، ولو جه بعد منه L T بيتنطق O هو كمان، وقلنا زي كلمة بول وزي كلمة salt salt الناس كتير بتنطقها غلط، وكلمة بول كمان، وكلمات تانية كتيرة خدنا امثلة كتيرة عليها، وده كان في الحلقة التانية تقريبا من حلقات الـ phonics او الصوتيات. النهاردة هنضيف معلومة جديدة على حرف الـ A علشان خاطر نعرف ننطقه بشكل سليم برضو في كلمات تانية. فحرف الـ A النهاردة القاعدة بتاعته بتقول We usually pronounce A as A but if it's followed by L, U or W we pronounce it as O. يعني احنا طبعا عادة بننطق حرف الـ A كأنه حرف A زي ما هو، لكن لو جه بعد منه L زي ما قلنا أو حرف الـ U أو حرف الـ W فإحنا بننطقه We pronounce it as O، بننطقه كأنه حرف O. يبقى الـ A لو جه بعد منه L or U or W بننطقه كأنه حرف O. طب تعالى ناخد أمثلة كده على الكلام الجميل ده، مثلا زي ما قلنا من شوية كلمة بول بول يعني كرة B A L L، هنا الـ A اتنطقت O. زي كلمة كول كول يعني مكالمة تليفونية كول C A L L، نطقنا هنا الـ A كأنه حرف O. زي كلمة سو
ساو أو منشار. وفي فيلم مشهور جدا اسمه ذا ساو، ذا ساو أو منشار الرعب، كان مشهور جدا وبينزل منه أجزاء كتير. وزي كلمة نوتي أو شقي، NAUGHTY، ال A جه بعد منها ال U فنطقناها O برضو زي ما احنا شايفين، نوتي نوتي أو شقي. ففي كلمات كتيرة جدا حرف ال A لما بيجي بعد منه L أو U أو W بننطقه كأنه O. وكلمة draw draw أو يرسم زي ما احنا عارفينها DRAW، ال A هنا نطقناها O لأن جه بعد منها W. وكده احنا عرفنا ال two rules أو القاعدتين الخاصين بدرس النهاردة. أول حاجة الخاصة بالvowels، وتاني حاجة الخاصة بحرف ال A. عايزكم تتدربوا على الكلمات كويس، وقفوا الفيديو وكرروا ورايا، اتدربوا وحاولوا تقروا كلمات برا من اي مكان تاني. المهم ان احنا نحفظ الرولز دي لانها تساعدنا في نطق اللغة الانجليزية والفونكس بتاعتها لحد ما نخلص جامعة ان شاء الله، وبعد كده كمان في شغلنا وفي حياتنا. اهم حاجة ان احنا نتعلم النطق الصحيح، مش مشكلة ان احنا ناخد شوية وقت، الموضوع سهل جدا. المهم اهم حاجة ان احنا نكرر، تكرار هو سر ان انت تحفظ اي معلومة. حاولوا تكرروا الكلام ورايا، والامثلة كتير جدا، وارجعوا تاني وارجعوا الفيديو تاني للاول لو في كلمة نسيتوها، واسمعوها تاني وقولوها تاني. المهم ان احنا كل معلومة من المعلومات دي تبقى موجودة في مخنا، ما تخرجش منه ابدا. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، واتمنى ان يكون في 1000 لايك او 1000 واحد استفادوا من درس النهاردة، واتمنى ان انا الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.